نحن 6.5 مليار شخص نصبح معدلا، لذلك أخذنا صبيا وفتاة عاديين وحسبنا من خلالهما معدل التأثير الذي تحدثه حياة شخص واحد. هذا ما سنأكله خلال فترة حياتنا: 4 بقرات، 21 خروفا، لكن الدجاج يشكل أكبر كمية لحوم نأكلها. نأكل أكثر من 1200 دجاجة خلال حياتنا. بالإضافة إلى الكربوهيدرات والبروتين، علينا جميعا أكل كمية وافرة من الفواكه والخضار، وأكل 5 حصص منها يوميا تبدو كمية منطقية. هذه التفاحة مصنوعة من 5272 تفاحة، وهي الكمية التي ستأكلها من التفاح في حياتك. وهذه الجزرة مصنوعة من 10866 جزرة، إنها الكمية التي سنأكلها خلال حياتنا. قد يقلع الجزر من الأرض مباشرة ليغسل ثم يؤكل، أو يعالج ويقشر ويوضع في أكياس مغلقة ويباع ب7 أضعاف ثمنه الأصلي. يبدو أننا نحب كل الأطعمة المغسولة والمحفوظة في علب وأكياس، وكل هذه الأغلفة تتراكم سريعا. كل فرد منا سيلقي هذه الكمية من مغلفات الأطعمة فقط. خلال فترة حياة الفرد يكون المجموع 8.5 أطنان. بينما نكبر ورغم كل محاولاتنا، لا ينحصر غذاؤنا في البروتينات والكربوهيدرات والفواكه والخضار. معظمنا لا ينجح في مقاومة إغراءات الأطعمة السريعة بأكل كميات كبيرة من الهمبرجر والبطاطا المقلية ورقائق البطاطا، ومن منا لا يحب أكل الشوكولاتة. ليس من الصعب التخلص من فضلات شخص يوميا، لكن معالجة فضلات الجميع مسألة مختلفة تماما. التخلص من مياه المجاري أحد أعظم إنجازات الحضارة البشرية، والتي من دونها كانت مدن العالم الكبرى ستتحول إلى مستنقعات مسببة للأمراض خلال أيام. هذه المسألة أدت إلى مد آلاف الأميال من أنابيب الصرف الصحي حول العالم للتأكد من التخلص من فضلاتنا الصلبة بعيداً عنا. وكل يوم يرسل الفرد ما معدله 155 لتراً من المياه العادمة ليتم معالجتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي.